السؤال اللي فاضل اللي عايزين تسألوه اتفضلوا 5 دقايق دي النقطة اللي كانت فاضلة وعشان الأسئلة دي هتبقى رهيب يعني لو حد عنده سؤال. لا هو السؤال اللي حضرتك أستاذ علي أو علي اتكلم عليه إيه الناس اللي بنوا الهرم إيه المشكلة اللي واجهتهم؟ علي كان حاطط السؤال ده و سؤال بص يا جماعه الاهرام بخصوص الاهرام الموجوده او ما بخصوص بخصوص ما تبقى عشان السؤال ده سالوه في سائل الكوكب وجاء عليه حوالي 200 اجابه. الاهرام اللي بيتكلموا عنها ما تبقى منها في الجيزه كل الهرمين موجودين على نواه طبيعيه اللي يعرفوها قليلين بالمناسبه. هذه النواه الطبيعيه موجوده في الهرم الاكبر والاوسط. النواة الطبيعية بتشكل مشكلة بالنسبة له انه بيطلع بمدامين ماك مادة هو بيخلق مادة مش بيوجد مادة بيخلق مادة ويطلع يطلع 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 سيبنا الموضوع بقى ان المادة دي مصنوعة او مش مصنوعة الموضوع مش زي ما قال جوزيف ده بيدوش خالص وطبيعية في نفس الوقت هي طبيعية لكن تدخل فيها عشان ما حدش هياخد كلام الانسان يقول حجارة مصنوعة لا هي حجارة طبيعية لكن حصل تدخل فيها فيزيائي ويبدا اخطر نقطة واجهته هي اللحظة اللي ساوى ما بين سقف الأنوية النواة الطبيعية للجبل الأم المذر روكس اللي بيسموه وما بين الحجارة اللي اترست بعد كده في هذه اللحظة إن لم تكن حساباته مظبوطة بنسبة خطأ زيرو ينهار الهرم كله بعد سنة. أدي أهم نقطة وجهة البناء بناة الأهرام اللي هم خلقين لهم جن ولا فضائيين عشان بقى الناس هتقولك فضائيين لا مش فضائيين خالقين خالق نفس الكلمة اللي قالها أبي الحسن المؤرخ ابن زلاق اللي من بنوا الأهرام على سطح الكوكب كله من خلقين من جعل الوجود مرئي لا دي سؤال اللي انت بتقول عليهم نترو ليهم امتداد دلوقتي ولا دول ما هو انت مش هتسيب بحد مش هتسيب حد يغلط لما تمرص له ودانه بس في حاجه تانية خالد سجاء قال لك ايه عشان انت ما نحطش ان ده شخص لا مش شخص خالد سجاء قال كلمه حكمه قوي بيزعلوا منه قال الكون ما هوش لطيف قوي ولا عدائي زي ما احنا فاهمين لكنه لا يأبه بالكائنات الهايفه اللي زينا يعني فالكون له نظامه وفي الخالقين اللي مسؤولين عن اظهار اي وجود اي شيء يظهر للوجود له خالقين احنا بمفهومنا بنقول خالقين لكن ده قانون الكون احنا بقى نسميهم خالقين ارباب لورد نيتر قول زي ما انت عايز ايه قال سجاد قال كده ما بقاش باستمرار صورته كان وجودي ده ولا لا هو لاجئ زي حالاتي لاجئ كان مصيبه طيب لاجئ زي حالاتي انجزنا كده طيب عايزين سؤال بعد اذنك يا استاذ اتفضل لو سمحت حضرتك قلت لنا في قلب الكلام ان العلم اللي اتنقل فينا اللي جالنا من الاوائل ما يجيش 5% وان هم اشتغلوا على ورق البرد انا عايز اسال حاجتين على ورق الايه؟ برضي؟ برضي احنا عايزين يعني عايز افهم انا حاجه اولا ازاي نعرف ان الورق البردي ده قديم ولا لا حته كده ايه خلينا لا فاهم لا بيدسوا اتنين الكلام اللي موجود على الورق البردي يعني بيشكل معنى متكامل ولا احنا عندنا مش عارفين نفسره كويس فباب يوسف علم كامل ماشي في قلب المقابر نلاقي فيها مزمور والراجل ازاي بيزور نباتات والراجل والناس ازاي كانوا بيزرعوا وازاي بيحصدوا وازاي ايه علاقته بالدفن لا قصدي هم عندهم اعتقاد انا فاهم انت بتتكلم بص يا مصري انت يا محمد بتتكلم عن مصريات انا اول ما قعدت قلت لك ما بعرفش بالعلم ده خالص انت بتتكلم عن مصريات البرديات الحقيقيه البرديات الحقيقيه بيقدروا يعرفوها بقياس الكربون وبيقدروا لا دي بيقدروا يحددوها يعني والمزور طبعا انا اعرف صديق شخص ليا هو كان مدير ترميم في المتحف المصري دكتور مؤمن عثمان وهتلاقي صورته معاه يعني صورتنا في المنشوره في الكوكب وعندي ده من اهم 5 علماء برديات على مستوى العالم لا ده صديق لا بيعرفوا كل حاجه وعارفين ايه اللي مطلوب